الرزق كلمة أوسع بكثير مما يعرفه الناس. هل تعلم أن صلاتك رزق من الله؟ فكثير من البشر لا يصلي. الأذكار، الأذكار التي تقولها في الصباح والمساء أو بعد الفريضة تعتبر رزق. أيضا عندما تكون نائما ثم تستيقظ فجأة لوحدك وبدون أن يرن المنبه فتقوم وتصلي ركعتين بالليل، رزق. أو تستيقظ لصلاة الفجر ولا تفوتك، هذا رزق أيضا، لأن بعض الناس لا يستيقظون. عندما تمر عليك فتنة ويعطيك الله صبرا على غض البصر إلى أن تنصرف هذه الفتنة عنك، هذا الصبر رزق. ألا تذكر عندما كنت في المنزل وطلب منك أبوك أن تحضر له كوب ماء؟ هذا رزق أيضا، لأنك لو كنت خارج المنزل لفاتتك هذه الفرصة من البر. ربما يأخذ هذا الرزق أخوك أو أختك أو الخادمة، لكن حصولك على بر والدك ولو بشربة ماء هذا رزق. ألا يحصل أحيانا أنك تكون سرحانا في الصلاة ثم فجأة تنتبه وكأنك استيقظت فتبدأ تركز وتخشع بالصلاة؟ هذا الاستيقاظ، هذا الاستيقاظ في الصلاة رزق من الله، هذا هو الرزق الحقيقي، الرزق الذي يدوم إلى يوم القيامة، رزق الحسنات تراه في صحيفتك التي أرجو من الله أن تكون بيمينك. هذا هو الرزق وليس السيارة الفلانية أو الراتب الفلاني. إن رزق المال يعطيه الله لجميع الخلق الصالح والفاجر، أما رزق الحسنات فإن الله لا يعطيه إلا لأحبابه. أسأل الله أن يجعلك من أحبابه.